هذا وقد رصدت كاميرا التلفزيون المصري توقعات الجماهير حول مباراة الليلة وفرص المنتخب في تحقيق البطولة. نتابع. إن شاء الله بأمر الله تجيب لنا الكأس النهاردة وأنت جاي بأمر الله، ونفرح النهاردة والشعب المصري كله يفرح بأمر الله. متشكرين يا محمد صلاح على اللي عملته مع المنتخب أنت والفريق كله بأمر الله، وترجع لنا بالسلامة إن شاء الله، وإن شاء الله ترجع ليفر وإن شاء الله تبقى أحسن لاعب في العالم بأمر الله. إنغال فريق جامد وفريق كويس وفريق محترم، وان شاء الله برضه فريقنا كويس بامر الله يقدم معاه وهيدي ان شاء الله، والنهارده هتبقى مباراه ممتازه ان شاء الله، ربنا يوفقه والمنتخب يفوز، وان شاء الله نفرح مصر كلها النهارده باذن الله. محمد صلاح يستحقها، وبصراحه عامل اللي عليه وزياده هو والرجاله اللي معاه، وطول ما في روح ان شاء الله هنكسب باذن الله. كلنا وراه وكلنا بندعمك، ويا رب تجيب الكاس وتفرحنا كلنا. Yeah.